أطلق عليها حرب الجواسيس. كانت المعارك تدار في ذلك الوقت بحروب استخباراتية بحتة، فالجواسيس هم من ينصبون الكمائن لتنتصر دولهم. خلال الحرب العالمية الثانية انتشرت عمليات التجسس والتجسس المضاد، وبهذا استطاعت بريطانيا والحلفاء إيقاع هتلر في خدعة لم يتوقعها. عن خدعة جثة المتشرد نتحدث، وللقصة بقية. في 30 من أبريل عام 1943 عثر صياد إسباني على جثة طافية في سواحل هويلفا. كانت الجثة متحللة بشكل سيء وترتدي الزي العسكري ومعطف الخندق، والأحذية تطفو في مكان قريب، وكانت حقيبة الجندي معلقة عليه. فأبلغ الصياد السلطات الإسبانية وتم انتشال الجثة، لكن الحقيبة لفتت نظر القائمين على الجثة عندما وجدوا بداخلها مزيجا من الوثائق العسكرية والأمتعة الشخصية. هوية الرجل تقول إنه الرائد ويليام مارتن من مشاة البحرية الملكية. وبعد بضعة أيام تم تسليم جثمان مارتن إلى القوات البريطانية المتمركزة في إسبانيا، وتم دفنه بدرجات الشرف العسكرية الكاملة. لكن لم يسلموا الحقيبة للبريطانيين، فأرسلت لندن عددا كبيرا من الرسائل شديدة اللهجه لقوات في إسبانيا تطلب استعادة الحقيبة والوثائق الحساسة التي تحتوي عليها. وبما أن إسبانيا لم تكن طرفا في الحرب فقد أعادت الحقيبة بما فيها، لكن فرانكو حاكم إسبانيا استطاع بطريقة ما تجاوز الختم الذي على الحقيبة، وأطلع هتلر على ما كانت تحتويه من وثائق سرية للبريطانيين. وكانت الحقيبة تحتوي على أشياء شخصية للرائد المدعو ويليام مارتن ورسائل غير مهمة، لكن إحدى الرسائل كانت تشرح خطط القوات البريطانية والأمريكية في شمال إفريقيا لعبور البحر الأبيض المتوسط والقبض على اليونان وسردينيا. أرسل فرانكو نسخا من الرسالة إلى هتلر والقيادة الألمانية العليا. حينها قرر هتلر تعزيز قواته في البحر الأبيض المتوسط، وتم إرجاع الأصل إلى الظرف وعاد إلى لندن. ابتلاع الطعم. كانت هذه الرسالة والحقيبة والجثة كلها في الواقع جزءا من خدعة معقدة تم طهيها بواسطة المخابرات البريطانية لإخفاء خطط الحلفاء الحقيقية. وبعد قراءة محتوى الرسالة اقتنع الألمان بمكان هبوط قوات الحلفاء، ووافق أدولف هتلر على نقل عدد كبير من قواته المتمركزة في فرنسا إلى اليونان لمواجهة التدخل العسكري المحتوم في ذلك البلد. لكن في الحقيقة لم يكن الهبوط العسكري في اليونان أكثر من خدعة لتضليل الألمان، فقد عثرت بريطانيا على جثة متشرد يدعى جلندر مايكل من مشرحة لندن، توفي نتيجة تناول كميات كبيرة من السموم التي تهدف إلى قتل الفئران. زيف البريطانيون الهوية العسكرية للجثة وأعطوها اسم ويليام مارتن ورتبة عسكرية كبيرة، وتم إلقاء الجثة في سواحل إسبانيا. وكي لا تثير بريطانيا الشكوك حولها فقد طالبت باستعادة الجثة هناك. وفي العاشر من يوليو اندهش الألمان عندما علموا أن بريطانيا والحلفاء تمكنوا من إنزال أكثر من 160 ألف جندي في جزيرة صقلية الإيطالية. هذه العملية الخادعة التي أطلق عليها اسم مانسميت أنقذت حياة الآلاف من الجنود وقللت من خسائر الحلفاء، بينما لعبت هذه الحيلة في الوقت نفسه دورا مهما في نجاح التدخل العسكري للحلفاء في إيطاليا. يمكن للقادة أن ينتصروا باستخبارات كاذبة، وهنا يكون النصر سريعا كما فعل صدام حسين يوما في معركة المطار. لكن كيف لقائد كبير كهتلر أن يخدع هكذا؟